كثيرة هي المشاريع التي اطلعت بها الدولة في السنوات الأخيرة ضمن رؤية كويت جديدة. مباني مجمعات الخدمات العمالية التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، والتي تم تخصيص مواقع لها في عدة محافظات، هي إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحقق البعض منها وأخرى تلحق في ركب الإنجاز. المشروع الجديد يتمثل في إنشاء مباني مجمعات يضم كل منها إدارة عمل، ووحدة لإدارة تقدير الاحتياج، ووحدة لإدارة تفتيش العمل، إضافة إلى وحدة لإدارة علاقات العمل. مشاهدينا، المزيد حول طبيعة مبنى مجمع الخدمات العمالية في منطقة جنوب السرة تحديداً والتابع لإدارة عمل محافظة حولي سنتعرف عليه ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم إنجازات. شنو مستقبل الكويت؟ وهو تطوير مدن ذكية تكفي كل سكان الكويت في المستقبل ويوفر فرص أكبر للحصول على مسكن. المستقبل وهو التزام للمحافظة على البيئة، لهواء أفضل ولبحر أنظف، وعلشان أهلنا وعيالنا وأجيالنا القادمة يعيشون في بيئة صحية مستدامة. إحنا قاعدين نبني المستقبل. مستقبل الكويت يبتدي معاكم. مشاهدينا، متواجدين في احد مواقع مشروع مبنى مجمع الخدمات العماليه التابع لمحافظه حولي وتحديدا في منطقه جنوب السره، ومعي المهندسه آلاء دغماق. حياك الله مهندسه آلاء. نتكلم عن هالمشروع في البدايه، مساحه البناء ومساحه المشروع بشكل عام. طبعا المشروع مساحته 5000 متر مربع، ومساحه البناء حوالي 22473 متر مربع. هذا المشروع نقول بداية إنجازه أو تاريخ تم الإنجاز لهذا المشروع. بلشنا تنفيذ المشروع في سبتمبر عام 2018، وإن شاء الله المتوقع الانتهاء منه سبتمبر عام 2020. خلينا نتكلم أكثر مهندسة آلاء عن يعني تفاصيل هذا المشروع. مثل ما عرفنا من خلال مقدمتي أن هناك أكثر من إدارة يعني في أو مركز خدمات عمالية أو مبنى خدمات عمالية في أكثر من محافظة. يعني إحنا في محافظة حولي، ورح نتكلم الآن تحديداً في محافظة جنوب السرة. مواد المستخدمة في هذا المشروع مهندسة؟ طبعاً نظام الإنشاء عبارة عن لبشة. اللبشة هي عبارة عن القواعد المتصلة، والأسقف عبارة عن البريكاست. البريكاست اللي هي الخرسانة السابقة الصب، يصبونها في المصنع وبعدها يتم تركيبها بالموقع، يتم تركيبها على الجسور. مشروع مبنى مجمع الخدمات العمالي لإدارة عمل محافظة حولي، رقم مناقصة 2/2018/2019. طبعا المبنى يتكون من سردابين وثلاثة أدوار. طبعا المبنى يشمل جميع قطاعات الهيئة اللي من شأنها المبنى يخدم حاجة الجمهور. المبنى راح يشمل إدارات متنوعة تابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، منها إدارة عمل محافظة حولي، ومنها وحدة تقدير احتياج، ووحدة تفتيش السلامة المهنية، ووحدة تفتيش العمل، وفي اللي هو العلاقات والإعلام، وغيرها من الوحدات اللي راح تكون في المبنى. بالإضافة إلى أن المبنى راح يكون إن شاء الله يتخلل بعض الإدارات اللي استحدثت على الهيئة. المشروع هو عبارة عن إنشاء مبنى مجمع الخدمات العمالية إدارة عمل محافظة حولي. تم التعاقد مع شركة النظرة المستقبلية للتجارة العامة للمقاولات كمقاول رئيسي للمشروع، ومكتب دار ام اي سي للاستشارات الهندسية كمكتب إشراف على هذا الإنشاء.
قيمة المشروع ما يقارب 4,484,144 دينار كويتي و310 فلوس. نتكلم عن مجمع خدمات العمالية لإدارة عمل حولي، مكون من 4 أدوار وسردابين. الأربع أدوار هتكون شاملة لمكاتب إدارية لإدارة العمل، إدارة عمل حولي مع 3 وحدات، هي وحدة تقدير الاحتياج، ووحدة علاقات العمل، مع وحدة التفتيش. بالنسبة للسردابين، كل سرداب راح يكون مساحته 5000 متر مربع. راح يشملون حق مصافط الموظفين 127 سيارة. السرداب الثاني راح يكون بس فقط المركبات، هو السيارات. السرداب الأول راح يشمل بالإضافة إلى سيارات راح يشمل غرف الكهرباء مع غرف المولد، هو الجنريتر. الجنريتر وايد مهم حق المبنى، لأنه في سمح الله حالة انقطاع التيار أو فصل التيار الكهربائي، الجنريتر راح يخلي المبنى شغال بصورة دائمة على ما تنحل مشكلة الكهرباء. من الأنظمة المستخدمة في هذا المشروع نظام الـ PMS اللي هو الـ Building Management System. هذا النظام يعمل على ربط جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية، فمع الربط هذا يساعد على توفير الطاقة، وبالتالي راح يحمي المبنى. شلون يحمي المبنى؟ يعمل هذا الجهاز على إرسال إشارات في حدوث أي عطل، ولا سمح الله عندنا توقف في المصاعد ولا عطل في الأجهزة، يرسل إشارات بالتالي نقدر ندارك الموضوع. فطبعاً هو يربط لي بين المصاعد، أنظمة المطافي، أنظمة التهوية، أنظمة الطاقة والإضاءة بعد. فهذا النظام يقدر يرسل سيجنال بأي وقت أنا حابة أشغل فيه هذا الجهاز بالوقت المطلوب منه، ويوقف تشغيل الجهاز بالوقت الغير مراد العمل فيه. المبنى مصمم على شكل حرف اليو، وهذا التصميم كأنه خلق لي كورتيارد من المنتصف، فيسمح لي ان انا اضيف مساحات خضراء ومسطحات مائيه من الداخل، وجميع النوافذ بالنسبه حق مكاتب الموظفين تطل على هذا المنظر. طبعا هالشيء هذا صديق للبيئه، لانه يكون لي عندنا ظلال للمبنى ويسمح بدخول الاضاءه الطبيعيه الغير مباشره. طبعا هم المبنى من الداخل راعينا التصميم انه يساعد حركه سير المراجعين مع الموظفين ككل. شنو مستقبل الكويت؟ وهو مطار مصمم باحترافية عالية عشان تكون تجربة السفر على مستوى عالمي، والتوسع في الرعاية الصحية عندنا ويزيد من إمكانية الوصول للمرافق والخدمات اللي تتميز بجودة عالية، وبنية تحتية قوية تنقل الناس والبضائع بسرعة عالية. المستقبل هو استخدام تقنيات وأفكار جديدة في تصميم وبناء شبكة طرق ذكية، وهو بناء مدن ذكية أكثر كفاءة، اللي شجع قطاع خاص قوي ويوفر سكن أكثر لكل أهلنا وربعنا. نحن قاعدين نبني للمستقبل. مستقبل الكويت يبتدي معاكم.
مشروع مجمع الخدمات العمالية في منطقة جنوب السرة يمتد على مساحة 5000 متر مربع، ويأتي بناؤه ليخدم مساحة كبيرة من إدارات العمل الموزعة في حدود المحافظة، وقد تم تصميمه وفق المعايير الدولية. مهندسة آلاء، ذكرتي بأن مستخدم في هذا المشروع الخرسانة مسبقة الصب في موقع صنع هذه الخرسانة ثم تنقل إلى المشروع. ما اللي يميز هذه الخرسانة عن باقي الخرسانات المستخدمة في بقية المشاريع؟ طبعاً اللي يميز البريكاست عن الخرسانة العادية أنها تعطيني مساحات واسعة بحيث أني أنا أقلل الأعمدة اللي موجودة عندي بالموقع، فهذا يوفر لي بالذات أن أنا كإدارة عمل أحتاج صالات حق المراجعين، صالات يعني تكون واسعة، يعني هذا الشيء يقلل عندي الأعمدة. فلما أستخدم البريكاست يعني يعطيني مساحة واسعة. كما تمتاز بعد البريكاست اللي هي خرسانة سابقة الصب أن هي أكثر متانة من الخرسانة العادية وأكثر قوة، وتعطيني نظافة بالموقع، يعني غير لما يكون الصب في الموقع، لما يكون الشيء جاهز عندي من المصنع أي بس فقط أركبه على الجسور، هذا الشيء راح يحافظ على نظافة الموقع. هذه الصبة اللي ذكرتيها تم استخدامها في مشاريع أخرى مهندسة آلاء؟ أكيد إيه، يعني هي شيء يعني هذا معروف عندنا ومتداول إن نستخدم البريكاست بالذات إذا على المباني الحكومية اللي فيها مراجعين بالذات، فنستخدم فيها بريكاست بشكل كبير يعني. بالنسبة للمشروع، المشروع طبعاً إحنا يعني حاولنا أنا والمهندسين القائمين على متابعة المشروع وتنفيذه بأن ندخل جميع الأمكانيات يعني اللي متوفرة بحيث أن يكون المبنى بأحل بأفضل صورة وأحلى أفكار نقدر نضيفها على المبنى. ما تم إضافته على المبنى اللي هو عازل بي بي سي، وهو عازل يتمتع في خواص ممتازة تم استخدامه من بعض الجهات الحكومية وبعض الجهات الأهلية. نسبة إنجاز المشروع ما يقارب 17%، الحمد لله ما في أي تأخير بالنسبة للجدول الزمني. تم استعمال مادة البي في سي، هي عبارة عن شرائح تستعمل كعازل، يتم لحم هذه الشرائح بمسافة 5 سنتيمتر. هذا الإيجابيات هذه المادة إن هي أول شيء مقاومة للحريق، ممكن اختبارها وقت تركيبها، يضخون كمية هواء حار ويشوفون وين مكان التسريب ويصلحونه قبل لا يبدون الصب. هذا راح يكون إضافة وايد حلوة للمشروع لأن هذه المادة عالية الجودة، بالنسبة لتمددها لها نسبة تمدد عالي فما في خوف من حدوث أي تشقق أو شرخ. هذه المادة مو منتشرة وايد في الكويت، فكون إن احنا مستعملينها في هذا المشروع فهذا إضافة كبيرة بالنسبة لمشروعنا. بالنسبة للموظفين راح تكون عندهم ميزة حلوة لأن المصارات راح تزود بنظام الأوتوماتيك جيت باير. هذا النظام راح يخلي بس فقط الموظفين المعنيين في المبنى نفسه، نخلي للأمان والتعدد أو اللي تحكم عدد مركبات داخلة وطالعة في المبنى. طبعا نظام الجيت باير هذا راح يوفر حق الموظف طبعا
مثل باركر كود او كود حق الاكسس كود، اكسس كود راح تكون معلق بالسياره او بالانظار الاماميه، في حال بس قدومه للجيت اوتوماتيك راح يبطل. هذا النظام اسمه الراديو فريكوينت ايدنتيفيكيشن، بس الموظف في المركبه تكون قادمه للجيت على طول راح يبطل الجيت. من انواع الاضاءه المستخدمه في المبنى اضاءه ال LED. الحلو والميزه في هذا النظام ان ال LED يوفر للطاقه ويقلل انبعاث الحراره، فبالتالي سيتم تقليل من استهلاك التكييف. دور المهندس الكويتي في عمليه الاشراف هو متابعه وتدقيق اعمال التنفيذ ومراقبه سير مراحل المشروع، ويعمل على تدقيق ومتابعة اللي هو الأوامر المشار إليها في العقد والمنصوص لها. من ناحية راح أتكلم الحين من ناحية الماتيريال، المبنى نفسه من الخارجي، المبنى مستخدمين فيه الألكابوند وستون اللي هو الحجر، وعندنا النوافذ والأسطح الزجاجية، والأسطح الزجاجية مظللة باستخدام الأشكال ثلاثية الأبعاد. هذه الثلاث اشكال ثلاثيه الابعاد راح يعني تكون لي ظلال همن داخل الجليزد ارياز اللي داخل المبنى. عندنا من ناحيه الانتيرير الداخلي المبنى مصمم بحيث انه يساعد عندنا حركه المراجعين، لان الكثافه عدد المراجعين كبير جدا، فراعينا في التصميم الداخلي بحيث انه سهوله السيركيليشن والحركه الداخليه للمبنى. وبنفس الوقت راعينا خصوصية الموظفين من ناحية الأماكن الأسانسيرات، وعندنا المخارج والسلالم. من يبني اقتصادنا؟ أصحاب المشاريع الصغيرة، مبادرين، مبتكرين، شبابنا المبدع. المستقبل اقتصاد مزدهر مستدام بصناعات متنوعة والاستثمار الأجنبي المباشر وبيئة تشجيع الابتكار. أساسها العزيمة والإصرار لتحويل أفكارنا إلى واقع وصنع مستقبل نبي. مستقبل اقتصاد الكويت يبتدي معكم. خلال عملكم لإنشاء هذا المشروع، مشروع مبنى مجمع الخدمات العمالية في منطقة جنوب السرة، هل واجهتكم يعني أي عقبات أثناء تنفيذ هذا المشروع؟ بالنسبة حق العقبات، أكثر شيء واجهنا اللي هو حالة الطقس، يعني بالذات إن شهر 11 اللي فات كان الطقس عندنا وايد، يعني الحمد لله أمطار خير بالكويت، بس شوي الشغل توقف عندنا، بس حاولنا الحمد لله ان نتدارك الموضوع، والحمد لله يعني سابقين البرنامج الزمني. راح تكون واجهه المبنى عباره عن اركبوند وحجر، تقريبا في واجهات كثيره من المبنى راح تكون زجاجيه، التكييف المستخدم في المبنى هو تشيلر، نظام التبريد بالماء، وتم توزيع الأحمال، توزيع الأحمال والأدوات المستخدمة في توصيل التكييف على المبنى بالكامل على حسب اعتماد المشروع من قبل الأجهزة المعنية. بالإضافة إلى أن احنا دخلنا نوع من التطوير على المبنى كالبارية اللي هي البوابات اللي راح تكون مستخدمة، وهي على نظام الراديو فريكوينسي ايدنتيفيكيشن، وهي نظام ما يتطلب الا انه يكون الموظف اللي يكون مثلا مهيئ انه يدش المبنى او مرخص له او عند الاثوريتي انه يدش المبنى
يكون عنده بطاقة أو هوية عمل تسمح له أن يدش المصافة مخصصة داخل المبنى. نظام التبريد في المبنى هو نظام الشيلرات، عندنا 3 شيلرات، شيلرين يستعملون وشيلر ستاند باي. الشيلرات هو عبارة عن التبريد المائي. تم استخدام الاي بي كاميرا في المشروع اللي هو انترنت بروتوكول كاميرا على حسب مواصفات وزارة الداخلية. عندنا غرفة السيرفرات راح تكون لازم محمية من ماي، من هواء، غبار، كل شيء، راح تكون مسكرة. ففي حالة الحريق أو لا سمح الله أي شيء صار، عندنا نظام راح نستخدم نظام FM 200 للإطفاء. هذا راح يكون في يستخدم بواسطة الغاز. هذا طبعا وايد آمن حق بالنسبة للأجهزة، ما يصير فيها أي عطل، والحق الموظفين أو الناس بشكل عام اللي ما يأثر عليهم لا يعني سكتة قلبية أو استنشاق أو يعني واحد في ربو، يعني هذا ما راح شيء عادي. النظام يعني حيل آمن وسليم. ما هو مستقبل الكويت؟ إنه رؤية مشتركة يتعرف العالم علينا من خلالها، فنحن شعب متطور، شيمتنا الكرم، كويتنا بلد عصري يزخر بالفرص، نظامنا دستوري ديمقراطي يعزز الاستقرار في المنطقة. مستقبلنا نبنيه على تراث تاريخ حي غني بثقافتنا العريقة، لنترك إرثنا من السلام والازدهار لأجيالنا القادمة. في انتظاركم لنحكي لكم المزيد. المبنى طبعا راح يكون له الأفضلية عن المبنى السابق بأن عدد المراجعين راح يستوعب عدد كبير من المراجعين، عوضا عن السابق أو المبنى السابق، كون أن المبنى السابق تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وراح يكون يعني بالنسبة للموظفين راح يكون في قابلية استيعاب موظفين بأكثر من الأعداد اللي كانت موجودة في المبنى السابق، وراح يوفر إن شاء الله خدمات جدا ممتازة للجمهور، وكذلك راح يسد احتياجات الهيئة من جميع الاحتياجات مهما كانت احتياجات مستقبلية أو تغيير في الهيكل التنظيمي إذا صار في تغيير إن شاء الله، وهذا يعلم فيها القياديين الهيئة العامة القوى العامة. طبعا عندنا المبنى ممكن نقول انه هو صديق البيئه بعده عوامل. عندنا مستخدمين احنا الاضاءات الاي دي اللي توفر عندنا الكهرباء، شكل المبنى نفسه انه هو على حرف اليو فيكون ميوتشوال شيدنج، وبنفس الوقت عندنا يدخل اضاءه طبيعيه غير مباشره، فهم من هالشيء راح يوفر على التكييف عندنا نفسه. المسطحات المائيه والخضراء اللي راح تتكون داخل اللاندسكيب المساحه الداخليه هم من هالشيء يعني، وطبعا عندنا الماتيريالز اللي داخل المبنى كلها راح تكون مستخدمه رخام لجميع الارضيات. تصميم المشروع ماخذ طابع واحد لجميع مباني الهيئه العامه القوى العامله، من ناحيه الماتيريالز ومن ناحيه التصميم الداخلي للمباني، فجميعها راح تخدم المراجعين وراح تسهل السيركيوليشن وتحفظ بنفس الوقت تحفظ خصوصية الموظفين نفسهم للهيئة. من التحديات اللي واجهناها في التصميم اللي هو شلون نبي نخلي المبنى يمشي مع الجمهور، يساعد الجمهور ويساعد الموظف نفسه، فحبينا نسوي التصميم انه هو يكون منفتح كله على بعضه بس بنفس الوقت فاصلين الجمهور عن الموظف، فهذه كانت إحدى الصعوبات اللي واجهناها في التصميم. من صعوبات البناء
مثل ما انتم عارفين ما شاء الله ديرتنا الاوضاع عندنا والاجواء متقلبه، فكان هذه احدى الصعوبات اللي نواجهها اللي هي الطقس. ف يعني حاولنا كثر ما نقدر ان نتدارك الموضوع في حال هطول الامطار ولا كان الطقس شديد البرد ولا كان غبار، ان احنا نسبق برنامجنا الزمني عشان نتدارك هالوضع ويمشي لي سير العمل بشكل ممتاز. بالنسبه للتيارات، عندنا بالمبنى 3 تيارات، 2 يشتغلون والموزع الاحمال على المبنى ويشتغل عن طريق التبريد. التشيلر الثالث هذا طبعا ستاند باي، في اي حاله عطل في التشيلر نفسه راح يشتغل على الاوتوماتيك الستاند باي. المبنى يتكون من سردابين اللي هم راح يكونون مواقف، مع دور أرضي، دور أول، دور ثاني، دور ثالث، يعني عبارة عن 4 أدوار. راح يتم نقل إدارات العمل من موقعهم الكائن في حولي اللي هو الموقع الحالي إلى الموقع المشروع الجديد. سيتم نقل 4 إدارات رئيسية اللي هي إدارة عمل محافظة حولي، وحدة تفتيش، وحدة تقدير احتياج، وحدة علاقات العمل. طبعا احنا الاضافات اللي اضفناها مواكبه الى يعني نهج الحكومه وتوجيهات قياديين في الهيئه العامه للقوى العامله بان ترشيد الطاقه اولا، واضفنا بعض اللي هي انارات اللي تستخدم على نظام الشادو لايت اللي هي نظام على الحركه، فاستخدمناها في سلالم الطوارئ، وأجلكم الله في الحمامات والأماكن كأماكن التخزين، كون هذه الأماكن يعني تستخدم ما هي يعني باستخدام على طول، استخدام وقت الحاجة. طبعا عدد المحولات الموجودة في المبنى محولين، محول عندنا ب 1600 كيلووات، ومحول ب 1250 كيلووات، والأحمال الكهربائية للمبنى ككل 1685 كيلووات بعد التنوع. بالنسبة حق المساحات الصلاة اللي تخدم الجمهور راح تكون مساحاتها جدا كبيرة، كون مستخدم فيها يعني جميع الوسائل اللي تخدم فيها الجمهور بجميع أطيافها، كان استقبال الجمهور عن طريق الأرقام أو عن طريق اللي هي اتخاذ المواعيد المسبقة عن طريق استخدام برنامج أسهل. بالنسبة للصلاة راح يكون هناك 4 صلاة في المبنى، حجمها يعني راح يلبي احتياجات الجمهور وبنفس الوقت يسد حاجة الهيئة في السنوات القادمة بعد إنجاز أو الانتهاء من عمر المشروع.
إذا المشاريع حيوية وتنموية تمضي في طريقها نحو الإنجاز، وجهود عمل دؤوبة ترصد في كل الاتجاهات وعلى مدار الساعات، وكلها من شأن تحسين الأداء والارتقاء بمستوى العمل والخدمات بما ينعكس أثره الإيجابي على الوطن والمواطن.